حسن وائل علوان لديه مداخلة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا يسع المرء أن يشكر اليوم إخوة لنا عرفوا معنى كمال الإيمان بأن لا يرضوا النوم وجيرانهم إلى جنبهم في سوريا يعانون هذه المأساة الإنسانية الكبرى. ونقول للإخوة من كل البلدان الذين شاركوا في هذه المأساة بل كانوا على أرضها، الأخ سلجوق الحمد لله على سلامتكم، والأخ ممثل الإيهاها، ونقول الأخ بولند حفظه الله ورعاه وسلمه أيضا جزاكم الله جميعا خيرا. طبعا لم تدخر وسعا الكثير من الجمعيات الإغاثية، وقف الديانة التركي، وقف السيرة والإيهاها وآفاد والهلال الأحمر والكثير، ويضيق الوقت عن ذكر كل من ساهم بدافع الأخوة وبدافع الإيمان وبدافع الإنسانية. هذا النداء الذي تشاركنا به قنوات الإعلام في حملة كاملة، وهو نداء الإنسانية من أجل حلب. وذكرتم أن الإعلام له الدور الرئيسي والهام، شبكة الجزيرة وفضائية القناة اليوم يرعون مثل هذه المؤتمرات من باب إيصال الكلمة، وكالة الأناضول وتيريتي والكثير من الشبكات وخاصة وكالة الإعلام المرئي الهادف، كل هذا ومع ذلك يصف لنا الأخوة القادمون من حلب الكثير والكثير من المآسي. طيب هناك جمعيات، هناك وكالات، هناك مؤتمرات، لماذا لا تغطي هذه المآسي؟ أقول اليوم يوم المسغبة، واليوم يوم إطعام في يوم ذي مسغبة، وكما يقال في المثل العربي اتسع الخرق على الراقع. هذه الجمعيات وهذه المنظمات السعودية والقطرية والبحرينية والكويتية والأسماء تطول، الجار التركي ونعم الجار، هذه كلها هي الراقع الذي قام إلى هذا الخرق ليرقعه، لكن وجده خرقا كبيرا في هذه الأمة. لذلك اليوم المسؤولية كبيرة جدا، والمسؤولية على كل المستويات، والنداء اليوم في حلب هو نداء إنساني قبل كل شيء. لذلك لا يقتصر هذا النداء على مجتمع معين أو دولة معينة أو شعب دون غيره، بل هو نداء عام، وسيلته هذا الإعلام الهادف المرئي والمسموع، والمستهدف به هو كل شعوب العالم وكل من يمتلك الإنسانية ويرعى الإنسانية ويرى ما يحدث في حلب من هذه الكارثة والوبال على جبيل الإنسانية، والمعين في ذلك هذه الجمعيات والمنظمات. جزاكم الله خيرا جميعا. شيخ حسين الدليمي، هل لديك تعقيب على هذا الموضوع؟ ويمكن أن أدخل بسؤال أيضا، يعني كيف يمكن برأيكم، هناك منظمات إغاثية عربية أيضا في تركيا كما تعلمون، كيف يمكن أن تقوم بدورها بالعمل يدا بيد مع المنظمات التركية؟ كيف يمكن أن تبادر ذلك؟ حقيقة هو توحيد الجهود بين المنظمات، يعني طبعا كل المنظمات الإنسانية مشكورة قامت بدورها الكبير في هذه الأزمة الكبيرة في حلب وفي الموصل وفي كل المناطق المتضررة. حقيقة يعني طلبي وأمنيتي أن المنظمات لما تذهب مثلا إلى حلب أو إلى الموصل يكون هناك من أهل المدينة من ينقل ماذا تحتاج هذه المدينة. هناك يعني كل المنظمات أغلبها مثلا على قضية الإطعام أو قضية لو يكون هناك تخصص في كل منظمة تتخصص في شيء، يعني يكون هناك تنسيق عمل فيما بين المنظمات حتى يعني تصل الفائدة إلى الذين يحتاجون يعني هذه المواد الإغاثية في مناطقهم. حقيقة المأساة كبيرة والخرق كبير، نحتاج إلى بذل الجهود مو فقط المنظمات، هذه قضية
قضية إنسانية للكل، كل مسلم يساهم ولو بشيء بسيط. قبل أيام كانت حملة في قطر، يعني حلب الأبية، يعني حقيقة حملة كانت رائعة جدا للشعب القطري الذي حقيقة كان وقف وقفة رائعة أمام أخوته في حلب. نتمنى أن هذه تتكرر في كل البلدان العربية. وأنا أدعو كل مسلم أن يشترك بشيء في قضية حلب. ثقوا، هذه إعارة، تزرع هذا الشيء تحصده يوما ما، لأن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. فأقول لابد لكل المسلمين أن يقفوا وقفة، لأن والله قصص تبكي الحجر من 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 الجوع والبرد والخوف، والنساء التي لا تمتلك غطاء في هذا، ونحن أمة البترول كما قال أحدهم: تبا لك أيها البترول، لقد أسكنت أهلي في العراء، هم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، اذهب بعيدا فمدافئنا امتلأت دماء. نحن نقول نريد موقف مع الله أولا، ثم مع إخوتنا، حتى يسجل ذلك الله تبارك وتعالى ويعيننا حتى يعني ننهي هذه الأزمة بخير. وأسأل الله تبارك وتعالى أن تنتهي هذه الأزمة بخير. وأنا واثق والله كما يعني أشاهدكم الآن أن هذا مخاض، وإن كان عسيرا فوراءه ولادة لجيل يعني تخضع له الدنيا كما خضعت لأولئك الأبطال الذين رسموا أروع البطولات في تاريخ الإسلام. إن شاء الله. أستاذ هشام مرغش من رابطة علماء المسلمين، ما تعقيبك على الإغاثة، وكذلك ما دور الإعلام في الإغاثة؟ حقيقة قضية الإغاثة ليست قضية هامشية، وليست قضية ثانوية، وليست أيضا تفضلا من أحد من جهة أو من دولة على هؤلاء المنكوبين، بل هي واجب وفرض عين على هؤلاء. فإذا لم تستوعبهم الزكاة الواجبة فإنهم ينتقلون إلى الصدقات التي تسد جوعتهم والتي تقضي حاجتهم. هذه مسألة مهمة جدا، لأننا نتعامل مع هذه المسألة بأنها نوع من التفضل على هؤلاء، بل هذا واجب متعين على كل مسلم آمن بالله واليوم الآخر. هذه واحدة. الدكتور عمر جزاه الله خيرا أشار من طرف خفي إلى أمر مهم جدا في قضية المال. المال الذي قدم على النفس في الجهاد ليس فقط مقصود به سد جوع هؤلاء ولا إغاثة المكلومين والضعفاء والجرحى، بل المقصود به بالدرجة الأولى هو أن تمكن هؤلاء من أن يحافظوا على أرواحهم وعلى أنفسهم، أن تمدهم بما يدفع عنهم هذا الظلم وهذا البغي، لا أن تتفرج عليهم وأن تتركهم لهذه الآلة الضخمة العسكرية التي تدعمها دول وقوى عظمى وميليشيات وأفراد وكل هؤلاء. هذا هو المال الذي نحتاج أن نقدمه لهؤلاء ليدفعوا عنهم هذا البلاء، لا أن يكون دورنا منحصرا في أن ننتظر حتى يذبح هؤلاء فنكفل أسرهم، وحتى يجوع هؤلاء فنطعمهم، حتى يبرد هؤلاء فنغطيهم. ليس هذا هو المقصود بالإنفاق بالدرجة الأولى، بل هو فرض لمنع كل هذه الأمور، هو جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلماذا لا تتوجه الأمة التي هي تتباكى على هؤلاء، لا تتوجه بداية لدعمهم بكافة السبل، وهي تملك هذا الأمر وهي عندها الحرص، لكنها لا توجد الإرادة الحقيقية حقيقة. يعني هذه عندما نتكلم مع علماء، هؤلاء يتكلمون ويدعون علماء الضلال والباطل من الرافضة وغيرهم، يتداعون نصرة هؤلاء في قضيتهم الظالمة، لأن وراءهم دولا تدعمهم وتقدمهم وتتبناهم. أما نحن معاشر أهل السنة والجماعة، فأين نحن؟ أين الدولة التي تتبنى تبنيا حقيقيا لهذه القضية؟ لا تخشى في الله لومة لائم، تدعم هؤلاء المجاهدين، تدعم هؤلاء الثوار، تدعمهم بالسلاح وبالمال، وترفع قضيتهم وتتبناهم في إعلامها وكذا. هؤلاء إذا حدث لشخص أو لحيوان شيء ما، تجد الآلة الإعلامية تصور هذا الأمر كأنه حدث عظيم وكأنه جرم كبير، بينما أمة باد وأطفال، هؤلاء الأطفال وهؤلاء النساء، من يقدمهم للعالم؟ من يقدمهم؟ الصورة الحية الحقيقية التي تنطلق من هذه بتعبر عن هؤلاء هي التي نفتقدها حقيقة، لأنها تحرك شعوبا، تحرك إيمانا، تحرك إنسانية قبل أن تحرك الإيمان.
فهذه قضية تحتاج أن تكون حاضرة فينا معاشر المسلمين. الأمر ليس تفضلا وليس الأمر قاصرا على هذه الإغاثات الضعيفة، وإنما هو لابد من أن تعطيهم ما يدفع عنهم هذا الظلم وما يحفظ ما يحقن دماءهم ويحفظ أعراضهم. أستاذ هشام شكرا جزيلا. قبل أن نأخذ فاصلا إنشاديا من الأستاذ طارق بن زياد من جديد، لكن نريد فقط بصورة سريعة نسأل الأستاذ سلجوق والأستاذ حسن كونهما ممثلا المنظمات التركية، يعني بداية أستاذ سلجوق، هل هناك منظمات عربية متعاونة حاليا مع وقف الديانة التركي؟ طبعا في هذه اللحظة وقف الديانة التركي يهتم بالتعاون مع منظمات التركية والعالمية في هذه اللحظة. وفي الساحة طبعا نحن رأينا منظمات العربية أيضا من القطر من الكويت كما تفضل أستاذ حسن في هذه اللحظة. ونحن في طبعا وقف الديانة التركي أولا يهتم بالتعاون معهم، ولكن في هذه اللحظة نحن كوقف نرتب مساعدتنا في ساحة في داخل سوريا وفي حدود تركيا. ووقف كما ذكرتم من قبل يمد يد المساعدة في ثلاث مراحل لأجيال الصالحة في المستقبل. طبعا الآن في حالة الكوارث، و خلال السنوات المقبلة يجب أن نؤسس لهم الإمكانيات المهمة لأجيال الصالحة الذين سيأخذ دورهم ومكانهم في مستقبل سوريا. وبناء على هذا طبعا نحن الآن الحمد لله عملنا تصميم لدعم بعض المدارس في داخل سوريا والمستشفيات، نوفر لهم الإمكانية ليطلع منهم الأجيال الصالحة السوريين. شكرا جزيلا. أستاذ حسن، منظمات إغاثية عربية في داخل تركيا، هل هي لديها تعاون مع منظمة الإياها في العمل في سوريا؟ نعم، نحن لدينا تعاون. هناك عدد من المؤسسات السورية موجودة أو مؤسسة يعني في تركيا، نحن لدينا تعاون معهم. نحن أصلا يعني في بداية الأزمة 2012 عملنا أكثر من 20 دورة خاصة لتدريب الموظفين المؤسسات الخيرية في داخل سوريا، أو من كان يريد أن يفتح جمعية في داخل تركيا، نحن ساعدناهم في بهذا الاتجاه. ونحن لدينا تعاون. طبعا نحن أصلا فريقنا موجود في داخل السوري، ولكن نحن طبعا في كثير من الأماكن نتعاون مع مؤسسات سورية في داخل سوريا، ونحن كمان نتعاون مؤسسات سورية في تركيا خاصة لأمور التعليمية ولأمور الصحة. نحن بنتعاون على هذا الأساس. قبل أختتم لابد أنا أشكر، يعني طبعا أنا في الدور الأول يعني تكلمت يعني في بعض الأشياء التي يعني خرجت من قلبي بدون ما يعني أنا حبيت أن أشارك معكم، ولكن لابد نحن نبشر. يعني كان لدينا عدد من المخابز في داخل سوريا وفي داخل تركيا، أصبحت لدينا أزمة الطحين، ونحن مباشرة عملنا حملة يعني وقلنا أنه نحن المخازن أصبحت فارغة لو لا تمد أيديكم، ونحن لا نستطيع. هذا هو طبعا خبز الشيء الوحيد أو الشيء الأبسط شيء الذي أنت تستطيع أن تعيش أو تستمر بالحياة. ووجدنا هناك الروايات، أو وجدنا هناك المواقف الذي نحن فهمنا إن شاء الله سوريا تنتصر. وجدنا طفل وكان عنده 40 ليرة وشوال الطحين 60 ليرة، وهي أخذت 20 ليرة من مصارف الجيب وأعطى للمسؤول التبرع، قال خلاص هذا من عندي 60 ليرة أنا تبرع لشوال الطحين. خلاص أنت ماذا تأكل؟ يعني 20 ليرة هو مصارف جيبك. يقول أنا أصوم هذا الأسبوع مشان أنا أقدم هذه المساعدات
لإخواني الذين هم يعيشون المجاعة. وأنا أصوم هذا الأسبوع، لو يفترض أن أصوم هذا الشهر كليا لأكون مع الإخوان في سوريا. مع هذه المواقف أنا أقول مرة أخرى، لا بد أن نبشر إن شاء الله قضية سوريا هتنتصر بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى. إذن الآن نأخذ فاصل إنشادي مع مرشدنا طارق بن زياد، فليتفضل مشكورة، سوف ينشدنا عن حلب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة أتتني من المدينة المنورة من جوار بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاعر يريد أن يشارك بهذه الأبيات القليلة. يقول: يا إخوتي في بلاد الشام معذرة، فما ملكت سوى حبري وقرطاسي، أجود بالأحرف الحرة وأرسمها، وصدق قافيتي في الدرب نبراسي، بنو العروبة آلاف مؤلفة، فهل يواسي جراح الشام من آسي؟ فلا تمدوا لغير الله أيديكم، فمن سواه يقي من شدة الباس، واستمسكوا بهدى الرحمن واعتصموا بحبله واقطعوا الآمال بالناس. هو يريد أن يرسل رسالة، أنا وأخي أبو سلمان، إلى الإخوة في الشام بالتمسك بالسؤال المولى عز وجل، وذلك من أوثق العرى ومن أوثق الرباط والارتباط بالمولى عز وجل ليستنزلوا نصر الله عليهم. نسأل الله ذلك وأن يكون سريعا نصرا عزيزا بإذنه تعالى. هناك قصيدة غالية على قلبي وأظنها على قلوبكم أيضا، أنشدتها من حوالي أكثر من 20 عام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تنزل بردا وسلاما على مسامعكم وعلى مسامع أهلنا في حلب وفي الشام عموما. تقول: حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي، حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي، وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم، وارفعوا دين محمد. لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للأعوادي، لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للأعوادي، أعلنوا في كل نادي أنكم صحب محمد، أنكم صحب محمد. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي، وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد، وارفعوا دين محمد. أنتم نور الهداية، أنتم للحق راية، أنتم نور الهداية، أنتم للحق راية، حطموا قيد الغواية وارفعوا دين محمد، وارفعوا دين محمد. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي، وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد، وارفعوا دين محمد. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة، إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة، ونضال وأخوة، واتباع لمحمد، واتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي،
حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا للمنشد الكبير طارق أبو زياد. شكرا أيضا لزميلنا الأستاذ أنس يلمان الذي قدم المحور الإغاثي. نرحب بكم من جديد. سنواصل معكم هذا المحور الأخير مشاهدينا الأعزاء ضيوفنا الكرام وهو يتعلق بالمحور السياسي. دعونا نبدأ مع أهل الثورة. إذن سنبدأ مع الأستاذ وائل علوان المتحدث باسم فيلق الرحمن يحدثنا عن البعد الإقليمي لمعركة حلب. تفضل أستاذ وائل. البعد الإقليمي لمعركة حلب أو حقيقة معركة حلب. بدأت حرب لمئة عام. هذه العبارة هي العبارة التي علق بها ثعلب السياسي الأمريكية كيسنجر عندما قرأ خبر انتقال الخميني عام 1979 بطائرة فرنسية من باريس إلى طهران. إذن المعركة معركة أمة وسنواتها تمتد لعقود. وقبل انطلاق الثورة السورية المباركة وقبل معركة حلب المعركة معركة أمة. هذه الثورة السورية التي انطلقت لتكشف ما كان يحاك ليلا والتي أذنت لهذه الأمة ببدء المواجهة التي لا بد منها، لا سيما وأن مبدأ تصوير الثورة أن مبدأ تصدير الثورة الإيرانية ومبدأ تصويرها على أنها ثورة العدالة والانتقال إلى الحرية يخترق عواصم السنة بالتشييع وبإقامة الكنتونات. مثال ذلك كان حزب الله اللبناني في لبنان والحوثيون في اليمن. وما كانت هذه الكنتونات إلا لحصار الأمة تمهيداً للمعركة التي نعيشها اليوم. تلك الكنتونات وهذا الهجوم الطائفي الحاقد الذي عاشته اليوم حلب كان بتوقيع وقيادة الحرس الثوري الإيراني، والذي من المفترض أن يفكك هذا الحرس الثوري بعد انتهاء الثورة، لكنه كان يعد ويدرب ويجهز لخوض معركة حلب وما بعد حلب. ونقول لهم أيضا نحن لابد أن نستعد لمعركة ما بعد حلب، فحلب جولة وليست المعركة كاملة. المعركة كما قلنا هي لحصار الأمة وقد انطلقت للسيطرة على بلاد الرافدين، فبدأت بالعراق لمحاصرة الأمة بعاصمتيها الأموية والعباسية دمشق وبغداد. وإذا كانت عاصمتي الأمة دمشق وبغداد فإن حاميتيها وحاضرتيها هي حلب والموصل. لم تخف هذه الرمزية التاريخية في معركة اليوم، وإلا فلماذا تبدأ المعركة في نفس الوقت في الموصل وحلب؟ ومن الذي يواجه أمتنا في هذه المعركة؟ هي معركة واحدة، الحشد الطائفي الحاقد في الموصل بدعم أمريكي وميليشيات حاقدة طائفية في حلب بدعم روسي. إذن الذي يهاجم أمتنا
واحد والذي يحاصرها واحد، وهذه حقيقة المعركة، أنها معركة أكبر من كلمة حلب اليوم. حلب هي جولة. نعم، كان هناك ذريعة، هذه الذريعة هي وجود التطرف أو وجود الإرهاب الناشئ بشكل طبيعي كردة فعل عن الظلم والاستبداد، لكن هذه الذريعة استخدمت وضخمت وكبرت كذريعة رئيسية لهدم المدينتين الموصل وحلب. لا يخفى اليوم على أحد أن الإعلام وقد سلب ووضع بأيدي تطرب لهذا الحصار وهذه الحرب على الأمة، تصبغ ثورتها ومقاومتها وتحاول أن تلبس هذه الثورة اللون الأسود. الحقيقة أن ما يجري وجرى في حلب، وحلب لم تنتهي معركتها بعد، المستهدف فيه ليست حلب فقط وليست الثورة السورية فقط، بل الذي نادينا به منذ محورنا الأول الأمة. وإذا كان لقاؤنا اليوم أن حلب خلفها أمة، فأين استيقاظ هذه الأمة إلى أن حلب هي بوابة هذه الأمة؟ شمال حلب يعرف بالباب، والتسمية لم تكن اعتباطاً، فهذا الباب كان على سنوات التاريخ مدخلاً للكثير من العدوان على هذه الأمة. حلب هي بوابة الأمة، لكن كما كانت حلب والباب في شمالها والموصل في شرقها بوابة للدخول والاعتداء على الأمة، أيضاً كانت حاضرة الموصل وحلب في تحرير هذه الأمة وإنقاذها. وعندما أسمع في النشرات الإخبارية المحور الذي يتكلم عن حلب ثم الذي يتكلم عن الموصل، لا أستطيع أن أتناسى دولة الزنكي. طيب جميل أستاذ وائل، إذن الخلاصة وبعدها من هذا التحرير، الخلاصة قبل أن ننتقل للدكتور زكريا، المعركة اليوم قاسية، والعدوان أكبر من أن يلخص في عدوان على حلب أو أن يحبط النفوس بما حصل في حلب. حلب جولة، والمعركة أكبر مما يقدم لها، والدعم الذي يقدم. نعم، لكن حلب محتلة الآن، سيحدثنا عن هذا الأمر الدكتور زكريا. وبما أنك أشرت لموضوع مدينة الباب، هذا يدفعنا للحديث عن الدور التركي اليوم وعن مرحلة ما بعد إعلان موسكو، وماذا سيحمل إعلان موسكو دكتور عبد الوهاب أكنجي، ماذا سيحمل إعلان موسكو للثورة السورية، وهل تركيا تعيد تموضعها في هذه المرحلة بعد سقوط حلب؟ سأعود إليك حول هذه الجزئية، ولكن أريد أن نسمع لمداخلة مع الدكتور زكريا ملحفجي حول حلب المحتلة. السلام عليكم. كلكم تعرفون قصة يعني أكلت يوم أكل الثور الأبيض. نعم، وهذا معروف. الحرس الثوري الإيراني هدد البحرين وحاولوا بطريقة أو بأخرى يعملوا يعني بلبلات داخل البحرين، وهددت السعودية في الطائف وغيرها، وهددت الكويت ولبنان والعراق المنكوب نسأل الله أن يفرج عنه، والآن سوريا وحلب تحديدا. هذه الحواضر وهذه المدن اللي عم تتعرض تهديد. حلب هو خط الدفاع الأول أمام الاحتلال اليوم اللي عم يواجه بكل، وهؤلاء الشبان اللي ببناتقهم البسيطة وأسلحتهم التقليدية بظل منع كل سلاح، بظل منع كل شيء، بظل عدم وجود يعني دول حقيقية تقف وراء هذه هؤلاء الشبان اللي عم يدافعوا عن مدينتهم، واللي هن مو بس عم يدافعوا عن حلب، عم يدافعوا عن كل الأمة العربية والإسلامية. حلب اليوم تواجه، حلب ساحة توحش، تواجه داعش تنظيم دولة الإرهابي في مدينة الباب، وعم تواجه ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، وعم تواجه الروس
كدولة عظمى كبيرة جدا، وكل الحشد يعني الأحياء البسيطة الفقيرة هذه اللي خاضت حرب عبر 6 سنوات ودفعت ضريبة كبيرة جدا، الروس بكل صلف وكل غطرسة وكل همجية على هذه الأحياء الفقيرة البسيطة، وأهالي حلب اللي يبحثوا عن حياة ويبحثوا عن دواء. اليوم إذا تركنا حلب، بعد حلب يعني سيكون هناك شيء آخر، ما هو؟ يعني أذكر أكلت يوم أكل الثور الأبيض، فإذا ما نحن الآن كل شخص ينتمي لهذه الأمة العربية أو الإسلامية أو حتى الإنسانية، هناك فعلا له دور لابد ما يحركه شيء في الكتابة في الإعلام، ألا ينسى ألا يتوقف في الإغاثة. وتحدث الإخوة واللي يعني الناس البعيدة تسمع، لكن مثل ما يقولون القطرة لا تروي الصقر لكنها تصنع طوفانا في بيت النمل. الناس في اللي في حالة صعبة جدا، الشيء القليل ممكن يعمل شيء كثير جدا. محنة 6 سنوات وما زالت الناس صامدة، شيء مبشر إنه الناس صامدة، الناس صابرة، الناس معنويتها عالية، هناك إرادة لاستمرار الصراع رغم كل الظروف وكل التحديات ورغم كل الخذلان، هناك إرادة. فهؤلاء الشباب، إرادة سياسية دكتور زكريا لاسترجاع حلب؟ أخي الكريم، هناك إرادة من قبل أهالي مدينة حلب، هناك إرادة من قبل الثوار في كل سوريا، هذه الإرادة وهذا التصميم. سوريا وحلب، لكن هناك دكتور من يطرح بأن حلب سلمت تسليما. أخي الكريم، هذا الكلام يعني اليوم لما نحن عم نحكي على 1 سنة و3 شهور من الكثافة النيرانية الروسية، هناك حرق، هناك أرض محروقة. أنا كنت أنزل وأخرج وكثيرين اللي شاهدوا بأعينهم ما حصل في حلب، ما حصل منذ الحرب العالمية الثانية. ما حصل في حلب شيء كبير جدا، بتصنيف كل المؤسسات الحقوقية حلب أخطر مدينة في العالم. الدمار الذي حصل، ثلث الدمار في سوريا هو في مدينة حلب، ما حصل شيء كبير جدا. الأسلحة التي استخدمت أسلحة لم تستخدم، يعني اليوم الروس لما حكوا عن أكبر بارجة في الأسطول الحربي الروسي جابوه من أجل السيطرة على حلب وإفراغ هذه المدينة، روسيا ليست دولة سهلة على الإطلاق. هناك مواجهة شرسة كبيرة جدا أمام شبان يحمل بندقية، يحمل سلاح تقليدي لا أكثر ولا أقل. فاليوم اللي من خلال منبر قناتكم، نعم، كل من ينتمي لهذه الأمة العربية أو الإسلامية أو يحمل إنسانية في بين جنبيه، هناك لابد أن يكون له وقفة حقيقة ويأخذ دور ويردد: لست أرضى لأمة أنجبتني خلقا شائها وقدرا ضئيلا، إنني أبغي لها المجد والرفعة وسيفا على العدا مسلولا. وشكرا لكم. شكرا لكم دكتور زكريا ملحفج، المسؤول السياسي للجيش السوري الحر في حلب. الهجمة شرسة، هجمة تريد ربما استئصال هذه الأمة. المد الإيراني اليوم كلنا نتحدث عنه، إيران حولت نفسها لعدو كالعدو الصهيوني أمام صنائعها وما تفعله وما فعلته في العراق، في سوريا، في اليمن. عن المد الإيراني وخطره على المنطقة، سوريا نموذجا، يحدثنا في عجالة المهندس ياسر النجار، تفضل. بسم الله الرحمن. يعني أنا أريد أن أطرح فكرة أن إيران يعني لم تنطلق اليوم، إيران مشروع طائفي بكل معنى الكلمة، انطلق من العراق، قوض الدور العربي في العراق وصولا إلى نهاية المطاف أنه أراد تقويض الدور التركي، وساهمت الدول العربية والجامعة العربية في تقويض وحصر انحسار للدور التركي، مع العلم أن الدور العربي أصبح مفقودا الآن في العراق. ونعلم جميعا أن الميليشيات الطائفية والحشد الشعبي كل هؤلاء يسعون الآن إلى افتعال مواجهة مع تركيا والضغط على تركيا من أجل إخراجها. ما حصل الآن في مدينة حلب، حقيقة شهدنا ما قبل مدينة حلب انحسار للدور الإيراني، وخصوصا بعد التدخل الروسي منذ 15 شهرا. قبلت إيران على نفسها أن ينحسر دورها حتى على المستوى الإعلامي، حتى نهاية المطاف عندما بدأت معركة حلب والحصار لمدينة حلب، وجدنا أن الدور الإيراني بدأ يتصاعد على المستوى الإعلامي وبدأ يتصاعد على المستوى العسكري. كان هناك حشدا وتدخلا عسكريا للجيش الإيراني أيضا من خلال قوات الحرس الثوري، تواجد قاسم سليماني كما ذكر الأخوة يعني لقيادة للميليشيات الطائفية
الطائفية بشكل مباشر وواضح. كل هذا الأمر كان أيضا على حساب انحسار للدور العربي في نهاية المطاف. أنا أرى حقيقة الآن إيران فاوضت وابتزت وجود المدنيين وعملية إخراج المدنيين من مدينة حلب من أجل أن تحضر من جديد على الساحة السياسية. ما شاهدناه اليوم من المؤتمر لوزراء الخارجية في موسكو يعني لي حضور أكبر لإيران حتى على مستوى الحل السياسي. إيران تريد أن تضع شروطا في طاولة المفاوضات السياسية، وإلا ستقوض هذه المفاوضات. هذا ما حصل أيضا على عملية إخراج المدنيين من مدينة حلب. المشكلة سيد النجار أن إيران تفرض ما تريد، حتى بالنسبة للاتفاق الأخير متعلق بتهجير أهالي حلب. إيران لها مشروعها، لها سياستها في المنطقة، تتمدد، تعمل، تقدم جنرالاتها، تقدم مالا في المنطقة، تقدم الدماء من أجل توسع مشروعها. ماذا عن الآخرين؟ وهذا السؤال دائما نردده، ماذا عن مشروع الأمة اليوم الذي يواجه هذا المشروع الإيراني؟ اليوم هناك تخوف من انضمام تركيا لهذا المحور الروسي الإيراني مع إعلان موسكو. دكتور عبد الوهاب إكانجي ستجيبني بعد كلمات. يعني أنا لا أرى أنا أرى حقيقة أن الدول العربية كأنها أبرزت دور تركيا على حساب تراجع نسبي بالنسبة لخيارها، ولكن حقيقة أنا لا أثق بالدور الروسي. وأنا أيضا أشعر أن روسيا موجودة في سماء سوريا بينما إيران متواجدة على الأرض، وخروج الميليشيات الطائفية احتلت القصير وبنت قاعدة عسكرية، احتلت أيضا دارية، احتلت المعظمية، والآن تحتل حلب. إذن هناك يجب أن يتصاعد الدور العربي من أجل انحسار للدور الإيراني، هذا من جانب، وأيضا أن يكون هناك حضور. كيف ستحارب هذه الميليشيات الطائفية وهي غير مدرجة كمنظمات إرهابية؟ الآن ضمن إعلان موسكو التفاهمات تم الاتفاق على أن محاربة الجماعات الإرهابية أولوية قبل موضوع إسقاط بشار الأسد. من سيحارب هذه الميليشيات الطائفية المتحالفة مع إيران؟ دعونا نبدأ بداية بتقويض الدور الإيراني من خلال المؤسسات الدولية، من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي. يجب أن يكون هناك حضور عربي لتحجيم دور إيران على مستوى المؤسسات الإسلامية، على مستوى دوائر صناعة القرار. ومن بعد ذلك أنا أرى حقيقة أن الدور العربي في حال ظهر إلى الساحة من جديد سيساهم في انحسار دور حقيقي. أنا أتكلم عن دعم الفصائل العسكرية على الأرض، أنا أتكلم عن دعم توحيد جهود العسكرية، وأنا أيضا أتكلم على أن يكون حضور العربي بشكل أكبر من ما وجدناه في الفترة الأخيرة، وخصوصا في فترة استعمار أو احتلال. كنا نتحدث عن مشروع صهيوني يهدد كيان الأمة، الآن نتحدث عن مشروع صفوي، مسميات متعددة. كثيرون كانوا يأملون بأن تقود تركيا مشروعا سياسيا يوحد هذه الأمة ربما ويقودها نحو الأمام، نحو التحرر، نحو العزة. دكتور عبد الوهاب، دور تركيا في هذه المرحلة بعد سقوط حلب في ظل التحديات التي تواجهها هل سيتغير؟ يعني طبعا لأجل يعني في الحقيقة أن نقيم الموضوع بتقييم صحيحا، إن علينا أن ننظر إلى القضية بأن هذه القضية وهذه المشاكل التي نحن نعيشها هو مشروع صهيوني، وجميع ما يواجهنا كله لأجل تنفيذ هذا المشروع. وهذا المشروع الصهيوني تقودها أمريكا والاتحاد الأوروبي وأي كثير من الدول الأوروبية. أني أقصد من المشروع هو تأسيس وتركيز أمن الصهاينة، وفي نفس الوقت أن يجعلوا الصهاينة حاكماً يعني في الأراضي الموعودة لهم بزعمهم ما بين النيل والفرات. ولأجل ذلك يعني عليهم أن يعيدوا ما فعلوه من قبل سايس بيكو ثاني من تمزيق الممزق وتشتيت المشتت وإيجاد دويلات أخرى، وبعد ذلك يعني يطبقون ما يستهدفونه. ومن ضمن هذا المشروع هذه الأهداف أيضا تركيا، وتركيا تعلم يعني بأن هي هدف من الأهداف، لأن هذا المشروع الصهيوني تنفيذه لا يمكن إلا بتمزيق تركيا أيضا. لذلك تركيا
هي يعني تهتم بقضية العراق وتهتم بقضية سوريا من سببين. السبب الأول الأخوة والمسؤولية المعنوية أمام الله، لأننا نحن كلنا مسلمون، والشعب السوري والشعب التركي الشعب العراقي هو يعني جزء من شعب تركيا، ليس هناك فرق بين هذه الشعوب، لأن المؤمنين أخوة ومثلهم كمثل الجسد الواحد. نعم. والسياسيون في تركيا يعني الحمد لله عندهم وعي إسلامي وعندهم يعني خشية معنوية أمام الله. يعني هذا سبب من أسباب اهتمامي يعني الدافع لتركيا يعني على ما قدمته. وهناك سبب ثاني، وهو إنها تعلم بأن تمزيق سوريا هو تمزيق تركيا، وتمزيق عراق تمزيق تركيا. وكلنا نعلم بأن في هذه الأوان الأخيرة أمريكا بدأت تسلم يعني قسما جزءا من أراضي تركيا لمجموعة إرهابية ممتدة لPKK. ولعلم تركيا بذلك، طبعا يعني في أول الأمر كان هناك اتفاق بين تركيا وبين أمريكا وبين الاتحاد الأوروبي يعني دفاعا للشعب، ولكن هذه كانت لعبة من قبل أمريكا. يعني أمريكا الآن تريد أن تدمر سوريا أكثر مما دمرتها، لذلك يحاولون سياستهم ألا يميتوا النظام ولا يحيوا الثوار. يكون هناك يعني لا هذا يسيطر على يحكم سوريا ولا ذاك، ولذلك تحصل أمامنا مشاكل حلب وإبادة الشعب والذي يعني حقيقة يحرق قلوبنا كإنسان ويحرق قلوبنا أيضا الحمد لله كمؤمنين. تركيا ماذا فعلت؟ قد نفذت بعض الخطوات يعني مستقلة، لذلك وجهت بمؤامرات منها، وكل هذه امتداد لسياستها. نعم. ولموقف الرئيس أردوغان يصف ما يجري بأنه حرب استقلال جديدة. يعني نعم. على كل حال هناك تعقيب للشيخ إسلام الغامري. لو سمحت لو حتى تفضل لو نختم بكلمة دكتور، لأن الوقت بقى نصفا يفوت النصف الأول. فضل. الذي ذكرت عيدا. نعم. يعني لذلك بدأوا بانقلاب عسكري. نعم. بيد فتح الله والحمد لله الذي أفشله، وبعد ذلك يعني موقف تركيا بدأوا بتنفيذ خطوة أخرى، هناك انقلاب اقتصادي والحمد لله. لكن هناك اتهام رسمي قبل قليل على لسان وزير الخارجية، وهناك مؤامرات لجماعة جولن باغتيال السفير الروسي في تركيا، ومؤامرات أخرى من كثافة التفجيرات. والمؤامرة الحادثة الأخيرة اغتيال سفير روسيا في كل هذه الأمور كلها مرتبة. الآن تركيا تعلم بأن أمريكا ودول أوروبا همهم وهدفهم كلها تمزيق وتدمير، إذن بدأت عن حل هذه المشكلة بطرق أخرى. ولا يمكن لتركيا أن تهاجم العالم بأسره، ونحن نعلم بأن هناك الدر الأشد يزال بدر الآخر، يختار أهوان الشرين، وما يتعلق بذلك من قواعد أصولية فقهية. نعم. الفكرة واضحة ووصلت تماما الرسالة. نعم. شكرا جزيلا دكتور، وإن شاء الله يعني أنا سأعود منك كلمة سأعود إليك بدقيقة حرة للجميع نختم بها. نعم. لتقول ما تشاء تعقيب سريع شيخ إسلام السمح. اللي عاوز أقوله شيء مهم جدا، في مثل هذا العام يعني عام 1986 هزم الاتحاد السوفيتي في أفغانستان في معركة فاصلة كانت تسمى بمعركة المأسدة. نعم. هذه المعركة كانت في منطقة تسمى منطقة جاجي، بعد أن حدث الانقلاب الشيوعي في أفغانستان وتم الدعم الروسي، ثم تدخلت روسيا بعد ذلك عمليا في عام 1986 عندما كان بابرك كارمل يحكم أفغانستان، وصنعت ما لا يصنع في ذلك الوقت. يعني لم تسقط حلب فقط، بل أخرجوا المجاهدين الأفغان من كل شبر في الأرض الأفغانية إلى خارج الحدود الباكستانية وخارج الحدود تماما. لم يتبقى للمجاهدين إلا موطئ أو منطقة أخيرة اللي هي منطقة جاجي، وكانت منطقة استراتيجية أو مهمة. الشاهد في الموضوع
أن يعني قام الروس بأرض محروقة في هذه المنطقة، بحيث يعني لا تبقي يعني شجر أو حجر أو إنسان أو أي كائن حي يعني يتخيل أن يكون موجود. الشاهد أن مجموعات قليلة استطاعت أن تخوض معركة من المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي في هذا المكان، واستطاعوا أن ينتصروا على الكوماندوز الروسي، وكان في ذلك الوقت الاتحاد السوفيتي لم يكن. ألم تختلف الظروف الآن شيخ إسلام؟ اللي أنا عاوز أقوله أن قضية الإرادة والتصميم والعزيمة أن تفقد جزء من الأرض، يعني بمعنى لابد للشعب السوري أن يتجهز لمعركة استرداد حلب واسترداد كل سوريا، يعني بمعنى لابد من روح المبادئة والمبادرة والعزيمة والإرادة. نحن لسنا لاجئين، يعني بمعنى لابد أن تستشعر الأمة أنها ليست أمة منكسرة. كانت عاملا حاسما أليس كذلك؟ صواريخ ستينجر المضاد للطائرات كانت عاملا حاسما الشاهد، ولكن أن استطاع المجاهدون الأفغان أن يهزموا ترسانة الاتحاد السوفيتي وأن يجعلوه شزر مزر كما يقول، وكانت الدبابات والمدرعات في الطرقات كعلب الكبريت في كل مكان، كانت متناثرة وملأت كل طرقات ومدن أفغانستان، بمعنى تستطيع الشعب السوري أن يجعل من أي غازي أو أي محتل مقبرة لأي إمبراطورية. إرادة الشعب السوري الشام ثغر من ثغور الإسلام الكبرى، وهي بوابة بإذن الله تعالى لم ولن تنكسر، وستصمد وستبقى وستستمر وستشهد نصر الإسلام الأخير والكبير بإذن الله تعالى. فالشاهد أنا أبشر أهلنا في حلب، استعينوا بالله واصبروا واعلموا أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، فلا بد أن تكون هناك إرادة فولاذية، واعلموا أن فقدانكم لجزء من الأرض ليست نهاية المعركة. قد يهزم الإنسان في معركة، ولكن لابد أن يستعد لما هو قادم. فلذلك معركة استرداد حلب هي أولى من الآن، لا في مرحلة بكاء أو نواح أو في مرحلة أن نحول القضية السورية أو كفاح هذا الشعب وتضحياته إلى مجموعة من اللاجئين والمخيمات. لا شك أن هذا مطلوب، ولكن المطلوب الأكبر هو الدعم، الدعم الحقيقي لهذا الشعب لكي يستعيد هذه يعني 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 هذه الأرض الحرة الأبية. هذا لأننا كعالم إسلامي ما لم ندافع الأخطار في الشام فسوف تصل إلى عقر دار كل بلد، سوف ندافعها في كل عواصمنا. إن لم ندافعها هناك فستدافع في القاهرة وفي الرياض وفي كل قطر من أقطار الأرض. واضح جدا. لذلك الأمر مهم جدا، نعم. ولا بد أن يدعم صمود الشعب السوري وأن يدعم إخواننا هناك في حلب، وألا يكون الأمور فقط بمجرد سد الرمق فقط، أو أن احنا كيف نضمض الجرحى أو نكفل اليتيم. هذا مطلوب وفرض، ولكن دعم الصمود أولى، ومعركة استرداد ليس حلب بل كل سوريا. نعم. وشكرا. مضى الوقت سريعا، يعني نختم بتغريدة إن أحببتم لكل ضيف كريم بثلاثين ثانية يغرد ويختم هذا اللقاء الطيب بأسلوبه وكما يريد. سأبدأ وقد أطلنا عليك الغياب ربما شيخ عبد الباسط غويلة ممثل الرابطة العالمية للاحتساب، غرد بثلاثين ثانية تفضل. ضروري على الميكروفون. أول آية في كتاب الله وأول سورة في كتاب الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالله سبحانه وتعالى قال الذين يؤمنون بالغيب، ثم قال يوقنون لقوم يوقنون وأولئك هم المفلحون. فالله علل الفلاح بالذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة، فنحن نؤمن بالغيب وأننا سننتصر إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. شيخ حسين مقول ثواني لو أحبب. إذن مقولة لأحد العلماء قال: من لم يقبل على الله بلطائف الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. فالأمة يعني يد الله تعمل بالخفاء، فالله يريد لهذه الأمة الخير، وهذه سلاسل الامتحان تقودنا إلى بر الأمان إن شاء الله. شكرا جزيلا. دكتور القرشي. خدعوك فقالوا إن الشيعة مسلمون، وقامت الثورة الشيعية باسم الثورة الإسلامية، وراحوا ينادون تسقط أمريكا تسقط إسرائيل أو الموت لأمريكا والموت لإسرائيل حتى في أرض الحرم.
ثم الحقيقة المرة أن إيران لا تعدو إلا أن تكون هي أمريكا وهي إسرائيل. إنه المشروع الصفوي الصهيوني الذي يعمل في المنطقة والذي ينبغي إعلاميا أن ننتبه جميعا لهذا المشروع الذي يعمل ولا يريد أن يتراجع، فإذا نعم. وجد أمة نعم. تراجع بإذن الله، وإذا لم يجد فالدور كما كان على العراق وحلب، فغدا وإن غدا لناظره قريب ولا أكمل نعم. دكتور، ولكن الله ناصرنا بإذنه سبحانه. تقصد المشروع سياسيا، ولاية الفقيه، الهيمنة بهذا الإطار، والله ليس مكونا سياسيا فحسب، لأن المكونات الدينية كانت متعايشة قبل هذه الصراعات المحتدمة. أليس هو كذلك؟ هو سياسي ديني نعم، لأن الشيعة الرافضة تعتقد كفرنا، وإن كان كثير من المسلمين لا يعتقدون كفر الشيعة. وهناك أصوات حتى تعادي مشروع ولاية الفقيه اليوم، صبح الطفيلي في لبنان وغيره. طبعا المدرسة الإصلاحية هذه يعني لا تكاد يعني مشروع التعايش في المنطقة ربما يحتاج إلى ندوة أخرى. شكرا نعم. جزيلا لكم دكتور. بارك. دكتور عبد الوهاب، تغريدة. أنا أريد أن أشير إلى 6 واجبات. رسالة ماجستير هذه دكتور. يجب بدون شرح، يجب ألا نفقد أملنا نعم، ويجب أن ندافع عن أنفسنا، ويجب أن نغيث إخواننا المسلمين في مختلف بقاعات الأرض وعلى رأسها حلب، ويجب أن نوحد صفوفنا، ويجب أن نعتمد على أنفسنا، ويجب أن نكون واقعيين وأن لا نلدغ من جحر واحد مرتين، بل نحن نلدغ من جحر واحد ليس في عمر واحد في كل يوم المرات. هذه الواجبات مستعان. 6 نعم. يجب أن نركز هذه عليها. توصيات ربما نختم بها، هذه واجبات نعم. واجبات نعم. فقها وسياسة نعم. نعم. صحيح. أستاذ وائل علوان. إيران وتركيا فاستبقا الباب، لكن بادرت تركيا ربما أهم مبادرة لها في هذه المرحلة، فنقول الأخوة الأتراك ادخلوا عليهم الباب. ومن هنا فمعركة حلب بدأت ولم تنتهي بعد. شكرا جزيلا. مهندس ياسر النجار. نائب قائد الحرس الجمهوري يقول أن انتصارهم في حلب هي أولى الفتوحات الإسلامية، وسيتبعها فتوحات في اليمن وفي البحرين وما سواها. أنا أرى إن شاء الله حلب ستكون سبباً لإيقاظ الأمة من أجل العودة إلى الفتوحات الإسلامية إن شاء الله. إن شاء الله. شكراً.